السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح موضوع مهم في تركات، موضوع جامد شوي. الموضوع أول مرة بمرق عليكم ما عمركم سمعتوا فيه، هو موضوع البنتوز فوسفيت باثوي. بنتوز فوسفيت باثوي، خلينا نشوف إيش نحكي عن البنتوز فوسفيت باثوي. أول إشي مقدمة، كونه إحنا ما بنعرف البنتوز فوسفيت باثوي إيش هو يعني، وكونه أول مرة بمرق علينا المصطلح. الباثوي هذا مقسوم لفيزين، متذكرين الجلايكوليسيز لما قسمناه لفيزين اللي هو الانيرجي انفستمنت فيز والانيرجي باي اوف فيز. هون نفس الاشي، البنتوز فوسفيت باثوي مقسوم قسمين، عندنا اوكسيداتيف فيز وعندنا النون اوكسيداتيف فيز، بدنا نعرفهم الاثنين. امبورتانس اوف ذا بنتوز فوسفيت باثوي، هاي البي بي بي هي البنتوز فوسفيت باثوي. باثوي طيب، عندي اللي هو احد نواتج البنتوز فوسفيت باثوي هو الناد بي اتش. ذكرين ناد اتش؟ ناد اتش هذا شو؟ الكترون كارير صح؟ الكترون كارير. الناد بي اتش هذا اخو، راح نعرف شو اهميته ماشي بالجسم وشو الانزيمات اللي بتستخدم الناد بي اتش كالكترون دونر. في عندنا بدنا نشوف اهميه الناد بي اتش للار بي سيز ماشي، واخر اشي بدنا نحكي عن الجي 6 بي دي ديفيشنسي او مرض التفول. شو علاقته بالبنتوز فوسفيت باثوي؟ اوكي طيب، خلينا نيجي للمقدمة. طب شو البنتوز فوسفيت باثوي؟ بنتوز فوسفيت باثوي، البنتوز فوسفيت باثوي، خلينا نحكي كم من هيك معلومة على الماشي بشكل مبدئي نقدر نحكي يعني. طيب أول إشي، أول إشي بدنا نعرفه إنه هذا باثوي لشو؟ للكربوهيدراتس. CHO هاي اختصار للكربوهيدراتس، هذا واحد. اثنين، الباثوي هذا بصير بالسيتوسول. السيتوسول زي مين؟ زي اللي هو الجلايكوليسيز صح؟ حلو ماشي. الشغلة الثالثة، شو نواتجها أو شو الانترميدييتس اللي بتكون بهذا الباثوي؟ شو هي النواتج الوسطية نقدر نحكي أو النواتج النهائية لهذا الباثوي؟ هذا الباثوي ماشي، أول سبستريت أو أول مادة فيه هي الجلوكوز. حلو، أول سبستريت فيه اللي هو الجلوكوز. طيب في عندي هذا سبستريت، شو النواتج اللي ممكن تطلع عندي؟ من اسمه بنتوز فوسفيت، كلمة بنتوز فوسفيت يعني سكريات خماسية فيها خمس ذرات كربون ماشي وعليها فوسفات. طيب سكريات الخماسية هاي ماشي اللي هم البنتوزز أو الفوسفو بنتوزز نقدر نحكي، بتهمني بشغلة، بتهمني بالدي ان اي سينثيسيس، بعملية تصنيع الدي ان اي بالخلية. طيب بعطيني اللي هو قلنا الفوسفوبنتوسيس، هذا واحد. اثنين، ايش بيعطيني؟ بيعطيني جلايكوليتيك انترميدييتس. يعني الفكرة انه ممكن البنتوز فوسفيتس هذولا مثلا لو كانوا متواجدين بالخليه ممكن احولهم لجلايكوليتيك انترميدييتس ماشي، وامشي بالجلايكوليسيز او اروح على جلوكونيوجينيسيس. طيب الشغله الثالثه وهي الاهم ماشي، احد نواتج الباثوي هذا اللي هو الناد بي اتش. ليش مركز لي على الناد بي اتش كثير؟ لانه فعليا الناد بي اتش الخلايا بدونه ولا شيء، الخلايا بدونه ولا شيء، وممكن الخلايا تموت بدونه، فعشان هيك انا مركز كثير على الناد بي اتش ماشي. البنتوز فوسفيتس هذولا في باثويز ثانيه بتنتجهم، الجلايكوليتيك انترميدييتس ماشي
في باثويز ثاني ممكن تجيب لي اياهم. الناد بي اتش في خلايا، في خلايا اعتمادها الرئيسي بالناد بي اتش على هذا الباثوي، يعني هذا الباثوي هو الوحيد اللي بنتج لها الناد بي اتش. واحنا نعرف شو هي الخلايا، اوف كورس راح تكون الار بي سيز لانه ما فيها نواه. اوكي طيب، اذا عيد بنتوز فوسفيت باثوي. باثوي هذا خاص بالكربوهيدراتس صرف سيتوسول، السبستريت تاعه جلوكوز، في له تو فيزز زي الفيز تاعون الجلايكوليسيز. كان في عندي تو فيزز، كان في عندنا الانرجي انفستمنت فيز والانرجي باي اوف فيز. هون عندي تو فيزز، اوكسيداتيف ونون اوكسيداتيف فيز. عندي اللي هو البرودكتس الفوسفوبنتوزز، سكريات خماسيه عليها فوسفات، ماشي. هاي بايش بتهمني؟ بتهمني بالدي ان اي سينثيسز. عندي الجلايكوليتيك انترميدييتس، هاي ممكن امشيها بالجلايكوليسيس او الجلوكونيوجينيسيس. وعندي اخر اشي والاهم هو ناد بي اتش، الناد بي اتش. طيب ماشي، تعال The pentose phosphate pathway also called the hexose monophosphate shunt. إذا سمعتوا بكلمة HMB shunt فهو نفس الباثوي، ماشي؟ ما بيختلف شيء. طيب And it includes two irreversible oxidative reactions اللي هو ال irreversible phase أو ال oxidative phase، ماشي؟ الاكسيداتيف فيز هذا فيه 2 irreversible reactions. بعديها في عندي اللي هو زي ما نحكي تفاعلات interconvergence، تحويلات بين مركبات. هاي التفاعلات بتكون reversible، وبنسمي الفيز اللي هو non oxidative phase، ماشي. ما في عندي الاي تي بي ما له دخل بالباثوي اصلا، لا يتم استهلاكه او لا يتم انتاجه بالسبستريت ليفل اوف فوسفوريليشن. الالكترون كارير اللي بيتم انتاجه في هذا الباثوي اللي هو الناد بي اتش، ناد بي اتش. فعندي اللي هو الفانكشنز اوف بنتوز فوسفيت باثوي اللي هو الناد بي اتش، ماشي. الناد بي اتش مهم بشو؟ رح نحكي عن وضعفه بعدين. مهم في تصنيع اللي هو الفاتي أسيدز، ليبيد ميتابوليزم، والاستيرويد هرمونز اللي الهرمونات اللي بتكون فيها الاستيرويد رينج. هذول برضو رح نحكي عنهم في الليبيد ميتابوليزم. برضو هاي النقطة الثانية مهمة جدا، مهم الناد بي اتش مع الجلوتاثيون. ايش الجلوتاثيون وايش بيعمل وشو علاقة الناد بي اتش معه؟ رح نشرحه بالتفصيل ان شاء الله. الوظيفة الثانية ميتابوليزم of 5 carbon sugars، أي سكر خماسي ممكن يدخل في هذا الباثوي، أي سكر خماسي ممكن يدخل بهذا الباثوي، ماشي. زي الرايبوز 5 فوسفيت، في عند الريبيولوز 5 فوسفيت. هذول مهمات في الدي ان اي سينثيسز، هذول مهمات في الدي ان اي سينثيسز. اوكي طيب، اذا تعالوا خلينا نكمل على البنتوز فوسفيت باثوي. البنتوز فوسفيت باثوي قلت لكم انه هذا two phases، في عندي اللي هو الاوكسيداتيف phase وفي عندي non oxidative phase. طيب الاوكسيداتيف phase هذا عبارة عن تفاعلين او ثلاث. النون اوكسيداتيف فيز هذول اكثر من تفاعل كثار، ماشي. لكن الفكره فيهم انهم شو ريفرسبل، هذول ريفرسبل. حلو، فهاي الفرقه مين قبل مين؟ هذا قبل هذا، الاوكسيداتيف قبل النون اوكسيداتيف فيز، الاوكسيداتيف قبل النون اوكسيداتيف فيز. طيب ماشي، هذا هو البنتوز فوسفيت باثوي. عندي اللي هو الاوكسيداتيف فيز هون، وفي عندي النون اوكسيداتيف فيز هون. حلو، النون اوكسيداتيف فيز حطوا لي على جنب، هون كل التفاعلات الريفرسبل،
كل كل التفاعلات ريفرسبل. بمعنى شو؟ ممكن احول من هون لهون ومن هون لهون، يعني ممكن اللي هو امشي زي ما بدي بالباثوي ماشي. فممكن اعتبر الخط التحتاني هذا نواتج، ممكن اعتبر الخط الفوقاني هذا النواتج، ما في اي مشكله. طيب عندي هون الاوكسيداتيف فيز او الريفرسبل فيز، وعباره عن خطوتين، واحد اثنين، او في كتب بتعملهم ثلاث خطوات، اللي هو الخطوه الاولى بتقسمها نصين، ما في مشكله عادي. لكن الفكره انه هون في عندي تفاعلين او ثلاث تفاعلات، هذول شو ميزتهم؟ الريفرسبل، الريفرسبل. وقلت لكم الاوكسيداتيف قبل النون اوكسيداتيف، الاوكسيداتيف قبل النون اوكسيداتيف. احنا هون هذا بيهمني كثير، هذا بيهمني كثير ماشي. التفاعلات هون بهمني تعرفوا اللي هو الانزيمات وشو صار بالضبط على السبستريتس. هون بهمني كيف انا حولت، شو الانزيمات وكيف انا كيف انا حولت من مركب لمركب ثاني. هذا اللي راح اوضح لكم اياه كمان شوي، نبلش بالاوكسيداتيف فيز. قلنا البنتوس فوسفيت باثوي بصير بالسيتوسول ماشي، السبستريت تاعه جلوكوز وبنتج لي ناد بي اتش والبنتوز او الفوسفو بنتوزز والجلايكوليتيك انترميدييتس. في عندي تو فيزز، اوكسيداتيف الريفرسبل والنون اوكسيداتيف. هذا ريفرسبل، النون اوكسيداتيف هذا ريفرسبل. طيب الاوكسيداتيف بورشن ماشي، انا بايش ببلش؟ بالاوكسيداتيف بورشن انا عم ببلش بالجلوكوز او الجلوكوز 6 فوسفيت، مش فرق. فهون عندي انا عم ببلش بجلوكوز ماشي، ونهايته شو؟ نهايته اني بكون مولكيول بسميه ريبيولوز 5 فوسفيت، ريبيولوز 5 فوسفيت. طيب بالله تعالوا شوي، خلينا هيك يعني نفكر انه شو ممكن تكون طبيعه التفاعلات. طب الجلوكوز هذا عباره عن شو؟ او خلينا نحكي جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز عبارة عن شو؟ الجلوكوز عبارة عن سكر سداسي، السكر السداسي بسميه هيكسوز. طيب أخذته في البيولوجي إنه السكريات مقسومة قسمين، في عنا الألدوزز وفي عنا الكيتوزز. هسا السكريات ليش هي سكريات؟ لأنه في عندها مجموعة هيدروكسيل بالإضافة لمجموعة الكربونيل، حلو؟ مجموعة الكربونيل اللي هي السي دبل بوند أو، إذا كانت طرفية بسمي المركب الديهايد، وإذا كانت وسطية بسمي المركب شو؟ كيتون، حلو؟ السكريات أو الهكسوزز، السكريات السداسية يمكن تكون الدوزز معنى الكربونيل عند طرفية، أو ممكن تكون اللي هو هكسوزز أو كيتوزز اللي هي بتكون مجموعة الكربونيل فيها وسطية ماشي؟ طيب الجلوكوز هو عبارة عن الدوز، الجلوكوز هو احد الهكسو او الالدو هكسوزز. طيب في عندي البنتوزز، البنتوزز هم عباره عن سكريات خماسيه، في منها الدوزز وفي منها هكسوزز، عفوا في منها كيتوزز. طيب احد الالدوزز هو الرايبوز، واحد الكيتوزز هو الريبيولوز. طيب نيجي لهون، انا حولت من جلوكوز 6 فوسفيت ل اللي هو الريبيولوز 5 فوسفيت او الرايبوز 5 فوسفيت. شو الفرق راح يكون هون؟ الفرق انه في ذره كربون طلعت، فهنا في عندي انا شو؟ في عندي ديكربوكسيليشن رياكشن، هذا واحد. اثنين في عندي اللي هو ناد بي اتش طلع، ناد بي اتش، ناد بي اتش هذا، الناد بي اتش هذا، هذا عباره عن الكترون كارير او نقدر نحكي اوكسيديشن ريدكشن كوانزايم. فكونه الناد بي اتش اللي هو الاوكسيديشن ريدكشن كوانزايم ناتج من هذا الفيز، ففي عندي هون برضه تفاعل اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. اوكي فهون عندي ببلش بجلوكوز او جلوكوز 6 فوسفيت، وبنتهي بتكوين اللي هو الريبيولوز 5 فوسفيت او الرايبوز 5 فوسفيت. شو كمان؟ هسا شو الفرق بين الجلوكوز والرايبوز او الريبيولوز؟
ذرة كربون، ذرة الكربون هاي تطلع على شكل CO2. ففي عندي هون شو؟ في عندي دي كربوكسيليشن رياكشن أكيد. Of course أنا في عندي دي كربوكسيليشن رياكشن. طيب وفي عندي بيطلع عندي ناد بي اتش، وهذا الناد بي اتش اوكسيديشن ريدكشن كوينزايم، فشيء أكيد راح يطلع عندي شو؟ راح يطلع عندي اللي هو أو راح يكون في عندي أوكسيديشن ريدكشن رياكشن. حلو، بطلع عندي أنا في نهاية الأوكسيداتيف فيز واحد ريبيلوز 5 فوسفيت أو واحد ريبوز 5 فوسفيت، الموضوع هم أيزومرز هذولا فيعني مش فرق، وفي عندي واحد CO2 واثنين ناد بي اتش لكل جلوكوز او لكل مولكيول من الجلوكوز، لكل مولكيول من الجلوكوز. This portion of the pathway is particularly important in the liver, lactating mammary glands and adipose tissue. الاوكسيداتيف فيز من البنتوس فوسفيت باثوي مهم بالليفر بالكبد، ومهم به اللي هو الغدد الحليبيه الموجوده في الثدي، ومهم في الاديبوز تيشو. ليش؟ تعرفوا ليش؟ بسبب موضوع الناد بي اتش. موضوع الناد بي اتش، موضوع الناد بي اتش او الناد بي اتش مهم في تصنيع كثير شغلات، مهم في تصنيع الاسترويد هرمونز، هرمونات الاسترويديه جدا مهمه بالجسم. زي مين؟ هرمونات الجنسيه اللي هو التستوستيرون، الاستروجين، البروجستيرون، هاي استيرويد هرمونز. في عندي الالدوستيرون، الكورتيزول، هاي كلها استيرويد هرمونز. فالناد بي اتش مهم جدا في تصنيع الاسترويد هرمونز، هذا واحد. اثنين، مهم جدا في تصنيع في تصنيع اللي هو الفاتي اسيدز والليبيدز بشكل عام، الناد بي اتش. فانا بدونه ما بقدر اصنع ليبيدز. شوفي كمان الجلوتا او الناد بي اتش مهم ماشي عشان الجلوتاثيون او اختصاره جي اس اتش. شو الجلوتاثيون شو جي اس اتش هذا؟ شو وظيفته وشو دخل الناد بي اتش فيه؟ راح اشرحه بالتفصيل بعدين، اوكي. فالاورجانز اللي بتصنع الاسترويد هرمونز، اللي بتصنع فاتي اسيدز او بتصنع ليبيدز ماشي، الناد بي اتش مهم فيها. زي مين؟ زي عندنا الليفر، اللاكتيتنج ميموري جلاندز، الاديبوز تيشو، وعندنا اللي هو الاوفريز، البلاسينتا، الادرينال كورتكس، التستس، هاي كلياتها بتصنع استيرويد هرمونز ماشي. وفي عندنا الاديبوز تيشو بصنع والليفر بصنعوا لي الليبيدز، فهذول مهمين فيهم الناد بي اتش، مهم فيهم الناد بي اتش. طيب خلينا نشوف بالله الرياكشنز تاعون اللي هو الاوكسيداتيف فيز تاع البنتوس فوسفيت باث واي. طيب بالبدايه اول شغله ماشي، انه انا عندي شو؟ انا عندي جلوكوز بدي احوله لجلوكوز 6 فوسفيت. ها حفظناها خلاص. عندي اللي هو الجلوكوكاينيز اذا عم بحكي عن الليفر، او هيكسوكاينيز اذا عم بحكي عن خلايا ثانيه. طبعا هون شو باستخدام اي تي بي. هذا التفاعل معظم الكتب ما بتعتبره من البنتوس فوسفيت باثوي ماشي، لانه قلت لكم انا او في ملاحظه قلت لكم اياها انه البنتوس فوسفيت باثوي ما بيصير في عندنا استهلاك اي تي بي او انتاج للاي تي بي، فهذا التفاعل براني نقدر نحكي. فانا بالبنتوس فوسفيت باثوي ببلش جلوكوز 6 فوسفيت، جلوكوز 6 فوسفيت. كيف كونت الجلوكوز 6 فوسفيت؟ يا هيكسوكاينيز يا جلوكوكاينيز، يا هيكسوكاينيز يا جلوكوكاينيز على الجلوكوز. طيب ببلش شو؟ بالجلوكوز 6 فوسفيت. انا قلت لكم هم تفاعلين، ديهيدروجينيشن او اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، وفي عندي شو؟ في عندي ديكربوكسيليشن. فاول تفاعل عندي هنا اللي هو ديهيدروجينيشن اوف جلوكوز 6 فوسفيت عن طريق انزيم اسمه شو؟ جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز، او اختصار G6PD. طيب هون ايش بده يصير في عندي؟ دي هيدروجينيشن يعني شو؟ بدي اسحب هيدروجين من السبستريت صح؟ طيب بدي اسحب هيدروجين من السبستريت يعني عملت له شو؟ اوكسيديشن، يعني المركب هذا راح يصير له اوكسيديشن. طيب اكيد لازم اجيب كو انزيم يصير له ريدكشن. الكو انزيم اللي لازم اللي بده يصير له ريدكشن لازم اجيبه اللي هو الناد بي بلس. الناد بي بلس راح يتحول لناد بي اتش.
راح يتحول لا ناد بي اتش. طبعا هنا ماشي الانزيم هذا عباره عن ميتالو انزيم بده اللي هو مغنيسيوم، فهذا عباره عن ميتالو انزيم. طيب ماشي، شو اللي صار باللي هو بال نقدر نحكي بالجلوكوز او بالجلوكوز 6 فوسفيت، شو التغيير اللي صار عليه؟ التغيير اللي صار عليه عندي 1 2 3 4 5 6. الذره الاولى ذره الكربون الاولى ماشي في عليها هون اتش، وفي عندنا هون او اتش، شلنا اللي هو الاتش اللي هون والاتش اللي هون، صفت عندي سي دبل بوند او، سي دبل بوند او، نتج عندي مركب ماشي اسمه 6 فوسفو، في عندي مجموعه فوسفات على الذره السادسه، جلوكونو دلتا لاكتون، 6 فوسفو جلوكونو دلتا لاكتون او 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، 6 فوسفو جلوكونو لاكتون بدون الدلتا عادي ما في مشكله، بدون الدلتا عادي ما في مشكله. طيب اذا عندنا هنا اللي هو التفاعل الاول بصير في عندنا اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، بيجي هالجلوكوز 6 فوسفيت بصير الاوكسيديشن، بنسحب منه ذرتين هيدروجين، بنعطوا لمين؟ بنعطوا لاوكسيديشن ريدكشن كو انزيم اللي هو الناد بي بلس، اللي هو الناد بي بلس. طيب انسحب ذرتين الهيدروجين من الجلوكوز 6 فوسفيت، ايش صار اسمه؟ راح يصير اسمه اللي هو 6 فوسفو جلوكونولاكتون، 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، والانزيم اسمه اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. سهله. طيب ذا بنتوز فوسفيت باث واي از ريجليتد برايمرلي ات ذا جي 6 بي دي رياكشن، هذا التفاعل جدا مهم من خلاله يتم التحكم بالبنتوز فوسفيت باث واي بشكل كامل، يتم من خلاله التحكم بالبنتوز فوسفيت باث واي. طيب الناد بي اتش از ا بوتنت كومبيتيتيف انهبيتور اوف ذا انزيم، ايوه إذا زاد عندي الناد بي اتش زيادته يعني شو؟ inhibition of the pathway. ليش؟ لأنه من أهم الشغلات اللي الباثوي هاب بوفر لي هي الناد بي اتش، فإذا وفر لي الناد بي اتش ماشي خلاص فيش داعي يمشي الباثوي هاب، فيش داعي يمشي الباثوي هاب. إذا نزلت مستويات الناد بي اتش بالخلية ماشي راح يتفعل هذا الباثوي، راح يتفعل هذا اللي هو الباثوي. يعني مثلا ممكن يجيكم سؤال ماشي يحكي لكم، وهي الاسئله راح تشوفوها كثير في الامتحان، فانا لو قال لك زادت عندي اللي هو الناد بي على الناد بي ناد بي اتش ريشيو، ماذا تعني هاي الجمله؟ ايش يعني هاي الجمله؟ طيب اوضح لكم اياها بطريقه ابسط. لما يكون في عندي انا رقم 5 على 5 ويقول لك هاي شو نسبه بسطع مقام صح، يقول لك زادت النسبه، هاي قديش قيمتها؟ 1. لما يقول لك زادت النسبه معناته صارت اكثر من 1. حلو حلو. طيب متى هذا الرقم ممكن يصير اكثر من 1؟ يا اني بقلل المقام بصير مثلا 3، يعني بزود البسط مثلا بعمله 6 7 8 اتسترا. فلما يقول لي الريشيو هاي زادت معناته الناد بي بلس زاد او الناد بي اتش قل. طب لو قال لي الريشيو هاي قلت العكس، لو قال لي الريشيو قلت بقول الناد بي بلس قل او الناد بي اتش زاد. طب لو عكست الريشيو قال لي الريشيو انا عاملها ناد بي اتش على ناد بي بلس وقال لي انه الريشيو هاي زادت، لو قال لي الريشيو زادت معناته الناد بي اتش زاد او الناد بي بلس قل، والعكس صحيح، والعكس صحيح. فلو جاب لك في الامتحان قال لك او قال لك بدناش نكون مجتمع ذكوري، لو جاب لي اللي هو بالامتحان وقال لي انا زادت عندي اللي هو الناد بي اتش على اللي هو الناد بي بلس ريشيو، ماذا تعني هاي الجمله؟ يا انه زاد الناد بي اتش
يا انه قال شو قال الناد بي بلس. حلو السؤال قوي، شو راح يصير على الرياكشن؟ طب الناد بي اتش زاد، واحنا قلنا الناد بي اتش هذا ماله، هذا راح يروح يعمل انهبيشن لمين؟ للجلوكوز 6 فوسفيد ديهيدروجينيز. طيب تثبت هذا الانزيم معناته البنتوز فوسفيت باثوي راح يتثبت. هاي مهمة جدا، وسؤال الريشيو هذا راح اقول لكم سؤالين ثلاثة على نفس المبدأ. اوكي الريشيو المهمات مثلا في عندنا الناد بلس على الناد اتش ريشيو، هاي مهمة وين؟ مهم نعرف عنها بالجلايكوليسيز، مهم نعرف عنها وين؟ بالكريبس سايكل لسه ما شرحناها. في عندي برضه اللي هو الـ AMB على الـ ATP، هاي مهمة بالجلايكوليسيز. ليش؟ لأن مثلا قلنا الـ AMB إذا زاد بروح بحفز مين؟ اللي هو الفوسفو فراكتوكاينيز، اللي هو الفوسفو فراكتوكاينيز أو الـ PFK PFK1. وإذا زاد الـ ATP راح يضبط هذا الإنزيم. تمام؟ مهم برضو الـ AMB على الـ ATP، هاي برضو وين؟ في اللي هو في كريبس سايكل، مهم برضو في كريبس سايكل. فالريشيوز هاي ديروا بالكم عليها، ديروا بالكم عليها، لأنه راح يجيكم أسئلة على هذا الموضوع. يقول لك زادت عند الريشيو أو قلت ماشي، شو ممكن يصير؟ أو شو اللي راح يصير بالخلية؟ أو صار بالخلية كذا، شو الريشيو أو شو ممكن يصير؟ والريشيو هاي تكون ضمن الخيارات. اوكي فديروا بالكم عليهم، ديروا بالكم عليهم. نرجع، اذا لو قال لي زادت الناد بي اتش على الناد بي بلس ريشيو، معناته الباثوي راح يتثبط البنتوس فوسفيت باثوي. ليش؟ لانه الناد بي اتش زاد وراح يروح يثبط لي اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. Insulin upregulates the expression of the gene for G6PD and flux through the pathway increases in the absorptive state. البنتوس فوسفيت باثوي بيزيد متى او بتاكتف في حاله اللي هو الفيد ستيت. الفيد ستيت، بالفيد ستيت بيزيد الانسولين، فالانسولين بيروح بيعمل اللي هو زي ما نحكي بيزود الاكتيفيتي تاع البنتوس فوسفيت باثوي عن طريق انه بيزود كميه الجي 6 بي دي. واذا زودنا الانزيم كونسنتريشن الريت راح يزيد عندي، هاي متفقين عليها، هاي متفقين عليها. التفاعل الثاني اللي هو formation of اللي هو 6 فوسفو جلوكونيت، 6 فوسفو اللي هو جلوكونيت. طبعا هنا التفاعل ماشي، هذا زي ما تحكي تفاعل تحويل، تفاعل تحويل. المركب هنا كان عندي حلقي، حلقي ماشي، هنا المركب لينير. طبعا اللينير والحلقي ماشي، السايكليك واللينير مش مطلوب منكم كيف تعرفوا تحولوا بيناتهم، هذا بيولوجي ماشي. لكن في عندي هون التفاعل الثاني بالبنتوز بالاكسيداتيف فيز، اني عم بقلب اللي هو مركب لمركب ثاني، عم بقلب مركب لمركب ثاني اللي هم زي ما تحكي ايزومرز، اقرب ما يكونوا للايزومرز. مين اللي هو الانزيم اللي بيعمل لي اياها؟ اللي هو انزيم اسمه لاكتونيز او فوسفوجلوكونيت هيدروليز، نفسه نفس الانزيم، يا بحكي لاكتونيز يا بحكي فوسفوجلوكونيت هيدروليز. ايش يعمل الانزيم هذا؟ الحلقه هاي فك لي اياها، بس الحلقه هاي فك لي اياها. التفاعل الثالث هسه في منهم في كتب الخطوة الأولى اللي راحت والخطوة الثانية، هاي بيعتبرون خطوة واحدة، بيعتبرون خطوة واحدة. في كتب لا بيفصلوهم، فأنتوا خلاص إنه ثلاث خطوات، الخطوة الأولى G6PD، الخطوة الثانية لاكتونيز أو 6 فوسفو جلوكونيت هيدروليز، الخطوة الثالثة هاي الخطوة ديكربوكسيليشن. ديكربوكسيليشن رياكشن، ديكربوكسيليشن رياكشن
الخطوة هنا بدي أسحب أنا اللي هو ذرة الكربون اللي قلت لكم عنها. قلت لكم الأوكسيداتيف فيز دي هيدروجينيشن ماشي أو أوكسيداتيشن ريدكشن رياكشن، والتفاعل الثاني دي كربوكسيليشن. فهون بدي أسحب أنا CO2 أو بدي أسحب ذرة الكربون من المركب اللي عندي اللي هو 6 فوسفوجلوكونات عشان أطلع شو؟ عشان أطلع اللي هو الريبيولوز 5 فوسفيت. الانزيم اللي بيحفز هذا التفاعل اللي هو 6 فوسفوجلوكونات دي هيدروجينيز. طبعا هذا كومبلكس بيعمل تفاعلين سوا، بيعمل اللي هو اوكسيديشن وبيعمل دي كربوكسيليشن، بيعمل اوكسيديشن وبيعمل دي كربوكسيليشن لا اللي هو السبستريت. طيب السبستريت راح هذا راح يصير له اوكسيديشن. طيب بدي كوينزيم سول ريدكشن، الكوينزيم ناد بي بلس وراح ينتج لي الناد بي اتش اللي هو الناد بي بلس وراح ينتج لي اللي هو الناد بي اتش. طيب وين ذرتين الهيدروجين اللي انا اخذتهم؟ هيهم. حلو. طيب وبرضه هذا الانزيم بيعمل لي دي كربوكسيليشن، بيطير لي ذره كربون. ايش ذره الكربون مطير لي اياها؟ هيها الذره الاولى تطلع على شكل اللي هو السي او 2 هيها مش موجوده هون. وفي عندي انا الذره اللي كانت الثالثه هنا صارت الثانيه، هاي ما في عليها الاد 2 اتش. مين اخذهم؟ اخذهم الناد بي بلس، اخذهم الناد بي بلس واتحول للي هو الناد بي اتش. اذا الاوكسيداتيف فيز، نواتج الاوكسيداتيف فيز عندي اللي هو 2 ناد بي اتش 1 سي او 2 2 ناد بي اتش. مين انتج لي اياهم؟ اللي هو الخطوه الاولى لتحويل الجلوكوز 6 فوسفيت ل 6 فوسفو جلوكونولاكتون ماشي، وعن طريق الجي 6 بي دي اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. الخطوه الثانيه اللي هي تحويله اللي هو ال 6 فوسفو جلوكونيت لا اللي هو الريبيولوز 5 فوسفيت عن طريق اللي هو ال 6 فوسفو جلوكونيت اللي هو دي هيدروجينيز. وفي عندي 1 بنتوز فوسفيت، ال 1 بنتوز فوسفيت هذا ممكن يكون ريبيولوز 5 فوسفيت، والريبيولوز هذا ممكن احوله لريبوز 5 فوسفيت. ايزومرايزيشن رياكشن ما بدها شيء ماشي. فممكن انه البنتوز فوسفيت يكون ريبيولوز او ممكن رايبوز او ممكن رايبوز. فالنواتج عندي 2 ناد بي اتش، 1 سي او 2 و 1 اللي هو بنتوز فوسفيت، 1 بنتوز فوسفيت. هذا اللي هو ملخص الاوكسيداتيف فيز. لا البي بي بي عندي ببلش بجلوكوز 6 فوسفيت، قلت لكم الخطوه الاولى تحويل الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت بدها اي تي بي، فهم دائما بكونوا شايلينها برا الباث واي، ان الباث واي هذا بقول لك لا بيستهلك ولا بنتج اي تي بي. طيب الجلوكوز 6 فوسفيت راح يشتغل عليه انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. ايش راح يعمل هنا؟ اوكسيديشن. اوكسيديشن راح يشيل لي شو؟ راح يشيل لي راح يشيل لي ذرتين هيدروجين. ذرتين الهيدروجين راح يشيل لي اياهم وينهم؟ هايهم. ويعطيهم لمين؟ بدي كونه صار في عندي اوكسيديشن بده يصير في عندي ريدكشن برضه، تاكسيد واختزال بنفس الوقت، اللي بده يصير له ريدكشن اللي هو الناد بي بلس ويتحول لناد بي اتش، راح يتحول لناد بي اتش. المركب اللي بيطلع عندي اللي هو 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، 6 فوسفو جلوكونو لاكتون، انسوا هالدلتا هاي، انسوا. 6 فوسفو جلوكونو لاكتون بيشتغل عليه انزيم اسمه لاكتونيز وهذا عباره عن هيدروليز. هيدروليز ماشي. الحلقه هاي راح يفك لي اياها، راح يطلع عندي 6 فوسفو جلوكونيت، 6 فوسفو جلوكونيت، 6 فوسفو جلوكونيت راح يطلع راح يشتغل عليه انزيم اسمه 6 فوسفو جلوكونيت دي هيدروجينيز، وهذا بيعمل اوكسيديشن ودي كربوكسيليشن. الدي كربوكسيليشن شال لي هاي، والدي والاوكسيديشن شال لي هذول ال 2 اتش. التو اتش هذول مين بده ياخذهم؟ الناد بي بلس يتحول لناد بي اتش، السي او 2 طلعت، المركب اللي راح يطلع عندي اللي هو الريبيلوز 5 فوسفيت. قلت لكم ممكن الريبيلوز يتحول لرايبوز عن طريق اللي هو الايزومريز انزيم او اللي هو الفوسفو بنتوز ايزومريز، اللي هو الايزومريز او الانزيم الخاص بتحويلة الفوسفو بنتوز بالبعض. اوكي هذا بالنسبه له اللي هو الاوكسيداتيف فيز. الناد بي اتش الخليه بتسحبه وبتستفيد منه، سي او 2 ما بيهمني بيطلع برا الخليه. عندي اللي هو الريبيولوز والرايبوز هذول او الرايبوز هذول راح يدخلوا لي اللي هو النون اوكسيداتيف
فيز، راح يدخلوا النون اوكسيديتد فيز اللي راح نحكي عنه ان شاء الله في البارت الثاني. يعطيكم الف عافيه، معكم ان شاء الله في البارت الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.